يحيي العمال في مختلف أرجاء العالم عيدهم، وشهدت عدة مدن تظاهرات واحتجاجات ومسيرات حاشدة في هذه المناسبة، فيما دعت حركة احتلال الاحتجاجية إلى تحرك على مستوى العالم في هذه المناسبة واحتلال المدن الرئيسية ومراكز المال والأعمال، تعبيرا عن رفض التوحش الرأسمالي الذي أضر بالطبقات العمالية. احتفل العمال في مختلف أنحاء العالم بعيدهم الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وبهذه المناسبة نظمت النقابات والاتحادات العمالية احتفالات واسعة أكدت فيها على حقوق العمال ورفض سياسات الهيمنة الاقتصادية والاستغلال الرأسمالي. وفي العالم العربي نظمت النقابات تظاهرات بهذه المناسبة، ففي مصر احتفل العمال والنقابات بعيد العمال، وأكد المحتفلون خلال مراسم الاحتفال على أن المصريين لن يقبلوا التفويت بمصانع وشركات القطاع العام، مؤكدين على الشعارات التي رفعت خلال ثورة 25 يناير من حرية وعدالة وكرامة. وفي العراق أحيا عمال العراق عيد العمال، مشيرين إلى رمزية تزامنها مع الانتخابات البرلمانية، محيين في الوقت ذاته نضال الطبقة العاملة ومساهمتها في بناء العراق. وفي روسيا خرج عشرات الآلاف في موسكو في الميدان الأحمر لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ولوح المتظاهرون بالأعلام واللافتات المؤيدة للرئيس الروسي. ويقدر عدد الأشخاص الذين خرجوا في مسيرات في أرجاء روسيا بهذه المناسبة بنحو 2 مليون شخص بحسب ما ذكره قادة النقابات العمالية. كما نظمت مسيرات في مختلف بلدان آسيا، حيث يطالب العمال من الفقراء بظروف عمل أفضل وتقاسم أكثر عدلا لعوائد النمو في المجال الاقتصادي. وشهدت كمبوديا وفيتنام وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة خروج مئات الآلاف من المتظاهرين. وفي أوروبا خرجت مسيرات حاشدة في فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وأوروبا الشرقية احتجاجا على برامج التقشف الاقتصادي الحكومي.